السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيت في هذا الفيديو المختصر غادي نوجه واحد الرسالة للمغاربة والمسؤولين المغاربة والمسؤولين على تنظيم تظاهرة أو مهرجان موازن. هذا المهرجان اللي يتقام تقريبا كل سنة، إلا في السنوات الماضية، سنوات يعني الوباء الماضي، لكن هذه السنة يعني هناك ضيوف شبيه بضيوف المهرجان منذ سنوات، منذ بدايته. هؤلاء الضيوف اللي ما تيقدموا ولا شيء يعني يستفد منه الانسان، الا انهم تيغنيو ساعه 45 دقيقه تحصلوا على اموال مليون دولار في الساعه، مليون ونص في الساعه، 2 مليون دولار في الساعه. هادو فلوس تاع دافع الضرائب المغاربه من خزينة الدولة. كاينين نجوم مشاهير تحضروا هذا المهرجان اللي تمرروا بالرغم منا، تمرروا رسائل بغينا او ما بغيناش، مثل المهرجان اللي كان في الرياض واللي كانت فيه ديك المغنية اللي قدمت واحد الحفل في الرياض وغنت اغنية يعني تتحكم على الله. نفس الشيء في المغرب، ماشي كلشي تيجي تتصنت الليريكس الكلمات، لكن كلشي تيجي باش يشوف جاي لو او جاستن بيبر او نيكي ميناج او. لكن هذا المهرجان بصفه عامه ما تيقدم حتى شي حاجه للشعب المغربي، يعني عوائد هذا المهرجان ما تقدم حتى شي حاجه للشعب المغربي. هذا اول شيء. ثاني شيء، كما قلت لكم انا ماشي ضد التنظيم، لانه اللي تنظم المهرجان هو المسؤول على هذا الشيء، سواء هضرت سواء ما هضرت. المهرجان راه غادي تنظم هذه السنه، تنظم العام الجاي، 10 سنين الجايه، وهكذا، لانه هذا المهرجان منذ سنوات الناس عرضوه رفضوه، ورغم ذلك تنظم، لانه هذا شغل ترجع الناس المنظمين. لكن خاص يفهموا الناس المنظمين ان الوقت بدا تبدل، الناس بداو تيوعاو، وسائل التواصل الاجتماعي بدات تنشر العديد من الحوايج اللي بدات تنور الناس. الناس راه ماشي هما الناس تاع الستينات او الناس تاع السبعينات او سنوات الرصاص، الناس دابا راه بداو تيوعاو. كاين واحد الفئه كبيره في المجتمع المغربي، 90%، اقول 90% قاضي عليها التفاهه، 90% قاضي عليها التفاهه. ما يقدم في المحتوى المغربي كله تافه نسبة كبيره. كاين الناس اللي تيوعوا، تيديروا فيديوهات ثقافيه توعوية، تشرح بعض الأمور في الحياة تاع الإنسان، لكن الأغلبية الساحقة، يعني شفت أنا فيديوهات مؤخرا في فيسبوك تاع مغربيات، يعني غريب، أقسم بالله العلي العظيم، ما شفتهاش في المحتوى الأمريكي، فيديوهات في الفيسبوك، فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي في تيك توك، ما شفتش ذاك المحتوى هنا في المجتمع الأمريكي، شفتو في المحتوى المغربي. علاش؟ لانه سهل باش نلعب بالعقليه تاع المواطن المغربي. علاش نهضر على هذا الموضوع؟ لانه باش نطول عليكم فيه. اولا، لانه من المفروض ان هذا المهرجان ما كانش يتكن هذا العام، حتى لك انتم تنظموه هذا العام ما خصوش يتنظم، لانه كاين مشكل في الشرق الاوسط. المغرب عنده دور في الشرق الاوسط، المغرب او ملك المغرب هو رئيس لجنه القدس. اذا تنظم بحال المهرجان، اش غايقولوا المشارقه علينا؟ انه ناس تتموت والمهرجان كاين في المغرب، يعني بزاف تاع الحوايج. فكما قلت لكم، انا هنا ماشي لانني تنعارض هاد الناس اللي تنظموا، شغلهم هذاك، كل واحد غيتحاسب على داكشي اللي تيدير. لكن بغيت نقول لكم حاجه واحده، على واحد الضيف او نجمه غيجيبوا هذا العام المهرجان تاع موازن، كاين شخص واحد اللي تحدث على هاد السيده، ولكن اليوم هو 26 ماي 2024، البارح 25 ماي اللي هو السبت، هذيك السيده اللي هي نيكي ميناج اللي نتوما جايبين المهرجان هذا العام، راه قبطوها في مطار امستردام لحيازات المخدرات، يا هزه معاها الكيف، يا هزه معاها الحشيش، الزطله، شغلها هذاك. والمشكل انها الشرطه في المطار
في امستردام. انتما غيبان لكم الفيديوهات الان، ودخل الموقع التواصل الاجتماعي غتشوفوا هذا الشيء، باش ما تقولش راه هو في براك ولا. انها هي اللي تتصور لايف، هي قابضه التليفون وتتصور لايف وتتصور يعني البوليسي او الشرطي الهولندي اللي تطلب منها انها خاصها تمشي معاهم، لان في بعض الحقائب لقاو المخدرات. اش تقول لي؟ تقول ماشي المخدرات ديالي، تاع واحد معايا. على ما تيقولوا والله اعلم ان في القانون الهولندي او في هولندا انه ممكن تستعمل المخدرات كما بيتي في امستردام، ولكن ما تهزوش معك في الطياره، يعني ما تشريش. هذه وحده. ثانيا حنا ما عرفناش واش شريتو في هولندا او جبتو مع الامريكان او داكشي تديروه هي في الحفلات ديالنا. انا كندير واحد الحفله هي ديالي دابا التور، ندير واحد الجوله فنيه كتيقولوا. ف البارح يعني يقدر الجمعه غنات في امستردام، من بعد عندها حفل في مانشستر في انجلند، في انجلند. فهي تتصور عليك تقول لهم بانه تتمنعوني انني نمشي نكمل الحفله ديالي في مانشستر، وتقول لها نزلي نزلي راه لقينا عندك مخدرات. فهاد السيده اللي لقاو عندها المخدرات، وهاد السيده المعروفه يعني سمعتها في الولايات المتحده الامريكيه راه سمعه خايبه. غنقول لكم انا سمعتها سمعه خايبه هي. اغلبيه الاغاني راه ما تنجحوش، اغلبيه اغاني نيكي ميناج ما تنجحوش، اغلبيه كلمات اغاني نيكي ميناج راه الفساد الاخلاقي. الغالبيه الصحيحه قد يعتبرها انها مغنيه امريكيه، راه ماشي امريكيه، هي يعني كبرات في امريكا في نيويورك، ولكن هي راه ماشي امريكيه، هي من ترينيداد توباغو، من 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 من, من الكاريب، يعني الكاريب جزر الكاريب، الفيرجن ايلاند وجامايكا وهذوك الجزر اللي تماك، لكن كبرات في نيويورك. لكن باش نشرح لكم واش هذا هو المثال، بلا نجيبوا لشخص يغني لنا في مهرجان. بالاضافه شوفوا يعني حفلاتها سواء في امريكا سواء في الخارج، شوفوا شكل الرقص، شوفوا شكل اللباس، شوفوا الالوان، شوفوا شد الدعم. مرة تقول لك انا رابورة يعني شادة، مرة تقول انني انا رابورة تنمي الجنسين، كل مرة تقول. واش بحال هادي نجيبها المهرجان في المغرب؟ واش بحال هادي اش غتقدم للمجتمع المغربي بحال هادي؟ اش غتقدم لي؟ اش تقدمت لي جينيفر لوبيز نهار جات؟ ما قدمت لي والو، جات قبضت مليون دولار ولا شحال، شطحات شوفوا شطحات تاع جينيفر لوبيز، شوفوا شطحات جينيفر لوبيز، مشات تحاول جينيفر لوبيز، دات معها الفلوس وزادت فحالها. ولكن اش تغير ورا ذاك المهرجان؟ ما تغير والو، نفس الشيء دابا بعد. واش كاينه شي لجنه؟ هذا غير سؤال، واش كاينه شي لجنه اللي تختار هاد المشاهير؟ وهاد المشاهير اللي تختار واش تختاروا على يعني شروط ولا غير جيب؟ لانه لا اعتقد انه الناس المنظمين المهرجان تيشوفوا مثلا ما يطلبوه المشاهدون او ما يطلبوه المغاربه، انا المغاربه كون مبوني كيميناج، لا اعتقد، لانه تنعرفوا بان المهرجان الغالب يسحق من المجتمع المغربي مباشر، يعني الناس المسؤولين هما اللي تيجيبوا هذوك الشخصيات. لكن بحال هادي مع كامل الاسف نقولها لكم، هادي راه لا تستحق، انا نهضر على هذا العام لا تستحق. وكما قلت لكم اغانيها هنا في امريكا راه ما نجحتش، راه ما مقبولاش. تتغطي وتتبغي الشهره وتديرها بطرق اخرى فقط. رجلها اللي مجوجاه معروف محكوم عليه بالاقامه الاجباريه، يعني يبقى في الدار ديالو لانه متهم بالعنف الاسري وغرامه ماليه وبزاف تاع الحوايج. يعني هذه ماشي مثال، هذه راه ماشي مثال. ف ماشي شي واحد يجي يقول لي واش انت عندك مشكل مع نيكي ميناج؟ ما عنديش مشكل مع نيكي ميناج، انا عندي مشكل مع اشنو داك الشخص اللي تجيب، داك المشهور اللي تجيب، لانه كما تعرفوا مؤخرا ما عرفتش يعرفوا المغاربه ولا لا، راه كاين واحد الفضيحه هنا في امريكا هاد تقريبا شهرين. يعني شخصيا كاين واحد مغني تنتصنت له من التسعينات اللي هو باف ديدي. هاد باف ديدي الان المئات من التهم موجهه ليه، المئات من التهم بما فيها التحرش بفنانين، فنانين ليس فنانات، فنانين، ومنهم واحد يعني قريب من الوسط المغربي.
فهذاك الشخص الان تهدد انه راه الا قبضوني راه غادي نجبد كلشي. وهذيك اللائحه اللي تيهضر عليها هو فيها حتى الامير تاع الانجليز، الامير هاري ولد الملك الانجليز دابا، فتصوروا. وتيعتبروه بانه هو ابستين تاع عالم الفن وعالم الغناء. سير وحده فوق، غندير لكم واحد الحلقه ان شاء الله باش تفهم، لكن تعطلت على هذه الحلقه غير باش ما نجرحش مشاعر الناس، لانه هذاك اللي تيهضروا هذاك المغني راه خطير، كان عنده واحد الشهره، لكن مؤخرا ظهروا فيديوهات حقيقيه، استغلال النجوم، اطفال نجوم كانوا صغار تبناهم فنيا وتبناهم يعني كافراد من الاسره ديالهم، على راسهم جاستن بيبر. واللي بغى يفهم حقيقه داك جاستن بيبر اللي كيما قلت لكم انا غندير لكم فيديو غتفهموا، سيروا تفرجوا واحد الاغنيه تاعتو تاع جاستن بيبر سميتها لوني الوعيد، وغادي تفهموا اش يقدم الشخص من تضحيات حين تيدخل لعالم الشهره صغير، باش تفهموا هذا العالم عالم خطير. وهادشي تيبي يمروا لنا راه غيأثر على اطفالنا. نيكي ميناج خساره لهاد الميراج، انا تنقولها لكم ماشي دفاعا عن النجوم الاخرين، تنقول لكم ان نيكي ميناج خساره. نيكي ميناج يعني سمعتها هنا في امريكا لا غير بصح ما تتفرج فيها، ما تعتبرها كاع لا صوت لا حتى حاجه. لكن تنقول لكم انا هو غير البارح قبضوها في المطار في امستردام، حيزت مخدرات. واش غادي تقلب في المغرب بهذه الطريقه وحتى لقاو عند المخدرات وغادي تقبض؟ واش غادي يعني يتخذوا فيها الاجراءات؟ نتوما اللي تجاوبوا على هذا السؤال. شكرا لكم.